لخطوبيك بيو مرمورون دهوت ثروفو عالقرعو ويقرط ويش تلهب تبنورو تحوبي دبري ضعنوهو. شو يلي ميز وفاة مرمرون عن غيره من النساك والقديسين؟ توفي مرمرون عام 410 ميلادياً وهو اللي كان المؤمنين فيه طوبوا قديس خلال حياته، فتنازعت الكرة على أحقية دفنه ليتنعموا ببركته. وبيقول تيودوريتوس بهالموضوع إنه حصل نزاع شديد بين الكرة المجاورة رغبة بالاستيلاء على جثمانه، إنما قرية على الحدود كان عديد رجال كتار أقبلوا بكل عداد وانتزعوا الكنز المرغوب فيه وشيدوا له مقام فخم. ما زال أبناء القديس مارون الروحيين لليوم بيحتفلوا بذكراه، بيلتمسوا شفاعته لدى المخلص لدرء أهوال الشر وويلات الاضطهاد من قتل وسبي وتهجير، وهو ولا مرة ردهم خيبين. بقيوا يفتتوا الصخر بالجبال الوعرة ليزرعوا وياكلوا وما جاعوا أبداً. بقيوا يضربوا بالعصي أرض الوديان السحيقة لتتفجر ينابيع مي ليشربوا وما عطشوا أبداً، هرباً من الضيق بدءاً مع جلجلة الفادي على الصليب وحتى اليوم لعيش الحرية والعدالة. حالياً ذخائر هامة مرمرون محفوظة بدير مار يوحنا مارون ببلدة كفر حي البترونية، لعل بتبدد الظلمة عن وطننا لبنان وجميع سكانه المؤمنين بسلطان المحبة وسيف الغفران وقوة المسامحة. إيمان القويم واسرع دربا.